موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها المسح على الجبيرة والعمامة والخمار. الجبيرة هي ما يربط على الكسور لتجبر وتلتئم، وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، الشاشو ونحو ذلك. أما ضوابط المسح على الجبيرة واللفائف، فأول ذلك ألا تجاوز قدر الحاجة، ألا تجاوز قدر الحاجة. ثاني، هذا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، يعني لا يشترط وضعها على طهارة كما هو في الخفين. ثالث ذلك، ليس للمسح على الجبيرة أو اللفائف وقت محدد، بل إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. ويجوز المسح على العمامة، يجوز للإنسان اللابس عمامة محكمة وشديدة الإحكام خصوصا أن يمسح على العمامة، لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، فلما يمسح احتياطا يمسح الناصية والعمامة. وأما خمار المرأة فيجوز للمرأة المسح على خمارها إذا كان هناك مشقة، إذا كانت هناك مشقة في نزع هذا الخمار، أو لمرض في رأسها أو حناء أو نحو ذلك. أما إن لم يكن مشقة أو حاجة إلى ذلك فالأفضل أن تمسح على رأسها. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.